حبايبي جريد 6 كل سنة وانتم طيبين، هنشتغل مع بعض فاينل ريفيجن على امتحان الترم. الراجل ده هيجيب لك أغلبية أسئلتك تشوز وجزء كومبليت. الراجل ده بيبص لك على الشكل ده ما بيسيبكش، هو قايل لك ده بريزم. واحنا لسه شارحين البريزم وقلنا انه عنده 2 تريانجلز وعنده 3 ريكتانجلز. لما يكلمني عن الاريا تعالى كده مع بعض، فين التريانجل اللي انا ممكن اشتغل عليه؟ ها اهو 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 واحد اهو، شايف الراجل ده؟ ده وده تريانجل، صح ولا لا؟ طب عايز اجيب الاريا بتاعته. حلو، انا عندي كام تريانجل؟ 2 زي بعض ولا مش زي بعض؟ زي بعض. يبقى حضرتك بص كده اقدر اقول هاف تايمز الاريا بتاع التريانجل بجيبها ازاي؟ حلو، لو قدرنا نعلي صوتنا كويس ونشيل ايدينا من على خدنا ربنا يكرمكم باذنك يا رب. يبقى الراجل ده مدهوني بكام؟ ها؟ 6 وادي كمان 8. انا قلت عندي كام من كام واحد منه؟ 2. يبقى اكرر كمان مره هاف تايم 6 تايمز 8. صعبه؟ نقول تاني، ادي التريانجل اللي في وشك وادي هايت وبيز. احنا اتفقنا زمان لما الاقي، بص حبيبي، لما تلاقي رايت تريانجل ممكن تبقى الرايت هنا تقول لي دي بيز ودي هايت، او ده الهايت وده البيز، يعني التو سايد بتاع الرايت خد اي واحده منهم. في مشكله؟ طب ممكن يبقى كده؟ اه، وممكن يبقى كده. تقول لي ده البيز ده الهايت، او دي البيز ده الهايت. يبقى انا بدور على السكوير كورنر، يبقى الاثنين سايد بتوع الرايت انجل واحد بيز واحد هايت. اقول تاني؟ اقول تاني، تعال بقى نرجع لموضوعنا. ادي يا مستر بيز وهايت، فين بقى الثلاثه ريكتانجل؟ بص معايا لو سمحت، شايف دي كام؟ 9. يبقى اللي قصادها 9، فيبقى الريكتانجل الاولاني بيز وهايت، يبقى كام في كام؟ ها؟ 6 تايمز 9، لينث تايمز ويدث. هنروح للريكتانجل الثاني 10 و 9، يبقى ادي 10 تايمز 9. انتوا معايا؟ بص كده، انا همشي كده كده، يبقى ادي لينث ويدث، همشي كده لينث وادي ويدث، باقي لي واحد، ها؟ 9 مع ال 8، شكرا. وتعمل بلس. اقول تاني؟ اقول تاني. طب تعالى كده نشوف الراجل الجميل ده اللي بعده، اللي بعده ده بيقول لك ايه يا حبيبي؟ بص كده بيراميد، احنا فكينا البيراميد، فكيناه قلنا عنده ايه؟ واحد سكوير. ستوب، واحد سكوير. طب والاريا بتاع السكوير؟ طب فين السايد؟ اهو 7، يبقى ده 7. يبقى انا هنا عندي اريا بتاع سكوير 7 تايم 7 بلس. احنا قلنا عنده كام تريانجل؟ 4. شكرا. بص بقى، انت مش هتتعب حبيبي، ده راجل طيب. بص معايا، ادي السكوير كورنر، يبقى انا عايز 4 اريا بتاع تريانجل. الاريا الواحده بكام؟ ها؟ لا لا لا، هاف بيس تايمز هاي، يبقى انا معايا 4 تايمز هاف تايمز البيز بكام؟ 7. الهايت بكام؟ شكرا. نقولها تاني، نقولها تاني، الراجل ده بيراميد بس البيز بتاعته القاعده بتاعته سكوير، والسكوير السايدز كلهم ايكوال، هو مديك 7، يبقى اخوه اللي جنبه 7. في مشكله؟ اي اريا بتاع سكوير عباره عن ايه؟ سايد تايم سايد، يبقى خدت 7 تايم 7، ادي اول واحد 7 تايم 7. لسه باقي لي 4 اريا اوف ريكتانجل اوف تريانجل. يا عم ما تخافش، هم كلهم جمال وزي الفل. الاريا الواحده هاف بيس تايمز هايت، يبقى دي 4 وادي هاف، ما هي دي البيس وادي الهايت. يبقى لما تحتاج اريا بتاع تريانجل دور على علامه الرايت انجل اهي،
يبقى ده البيز وده الهايت وتعمل بلس. نقولها تاني. طيبة طيبة، لا طيبة بجد مش كلام. بص طب معايا الراجل ده بيقول لي رانر، حد بيجري، كفر او العربية بتاع بابا، كونسيوم يعني خدت استهلكت 24 كيلومتر في 6 اور، انا بجري 24 كيلو في 6 ساعات، يا ترى في 4 ساعات الديستانس تبقى كام؟ اقول له اعمل ريشيو تاني، انا بجري 24 كيلو في 6 ساعات، حضرتك تروح جاي تعمل ال 24 تو 6، يبقى ده بتاع الكيلومتر، هو عايز في 4 احط ال 4 تحتها، يا ترى يا ترى سوري دي بتاعت الاور، دي اور، يبقى دي اور، حطيت الاور تحت الاور، يا ترى ده يبقى بكام؟ اتفقنا لما نكون ريشيو حبيبي بالشكل ده، وهدي لك اكتر من شكل. شكرا يا اوليفيا. تقول لي هعمل كروس مالتيبليكيشن، يبقى هاخد الفور تايم 24 واعمل ديفايد 6. نقولها تاني. طب استنى معلش الناس اللي بتتكتك، معلش يا حبيبي عشان انت عايزك ربنا يكرمك تروح تقول الكلام ده. هو مديني علاقه ان ال 24 كيلومتر بيستهلكهم في 6 ساعات. طب في 4 ساعات احط يا بابا الساعات تحت بعض، هنا 6 اكتب تحتها ال 4، فبقى الديستانس بالكيلومتر بقت فاضيه، عشان اعرف دي قد ايه اعمل كروس 4 تايم 24 ديفايد 6. اقول تاني. طب انت عارف بعد كده بنكمل ازاي؟ هكمل لك. 24 و 6 يقبلوا مع بعض؟ فكر بس، لا من غير ما تهز دماغك، عشان انت شفت عامر هز دماغه، مالكش دعوه بعامر. ايوه يا مستر، ال 24 و 6 هنا ديفايد 6 ايكوال 1، هنا ديفايد 6 تديني 4، تبقى كلها 4 تايم 4 16. طب اقولها تاني؟ اقولها تاني. طيب حاضر، تعال نشوف الراجل الجميل ده. بص بقى الراجل ده بيقول لي كلمة ايه وعايز ايه اريا، اقول له لا هنا اختلف الكلام، انا هنا لما شرحت لك على البورد كتبت كلمة ايه فوليوم، لكن انا عايز اريا زي الاتنين دول. لعبة بسيطة، اسمع بقى، انا هروح ارسم لك كيوبويد عشان حضرتك ما تنساهوش في حياتك. الكيوبويد يا مستر، سوري بس حبيبي، الكيوبويد ده البيز بتاعته ريكتانجل، الكيوب البيز بتاعته سكوير. بص بقى معايا لو سمحت، الراجل الجميل ده مديني هنا 9 و13 و3، انا مش عايز البس النظاره، اللي شايف يقول ها 9 وهنا 13 وهنا 3. بص بقى معايا الراجل ده each two opposite side equal، يعني ايه الكلام ده؟ يعني ده 13 يبقى ده 13 يبقى ده 13، ده 9 يبقى ده كمان 9 يبقى ده 9 يبقى ده 9، دي 3 تبقى دي 3 دي 3. انت بتعمل كده ليه؟ بص يا حبيبي احنا لما جينا شرحنا مش قلنا دي زي دي؟ يعني عندي اتنين اريا بتاع ريكتانجل واتنين اريا بتاع ريكتانجل، هما زي بعض؟ اقول له لا يا حبيبي، واتنين اريا بتاع ريكتانجل. طب فين هما؟ اول ريكتانجل ده مع ده 13، يبقى هنا 2 تايم الاريا بتاع الريكتانجل لينث تايمز ويدث، يبقى انا هاخد ال 13 مع ال 3، ادي اول اتنين. عامل خد بالك وسيب الفلوس يا حبيبي، ربنا يهديك عليا. هاخد التانية بص كده، هاخد الراجل ده مع ده، يبقى هاخد 2 تايم 3 تايمز 9، يبقى خدت ال 13 مع ال 3، وهاخد ال 3 مع 3 مع 9، مع ال 9، ايه اللي باقي لي لسه ما خدناهوش؟ ال 9 مع ال 13، يبقى انا اخر 2 2 تايم 9 تايم 13 وبعمل بلس. نقولها تاني.
نقولها تاني؟ متأكد؟ طب استنى يا مستر، أنا مش هرسم وما بعرفش أرسم، هشتغل على اللي هو مديهولي. تاخد 9 مع ال 13 مرة، 13 مع ال 3 مرة، وال 3 مع ال 9، بس كل مرة ما تنساش في إيه؟ 2. يبقى أنا معايا 2، ال 9 تايم 13 و 2، ها؟ 13 ال 9 مع ال 3 وكمان 2 ال 3 مع ال 13. أقولها تاني؟ لا أقولها تاني. طيب أنت ليه يا مستر بدأت بأصعب جزء؟ ما تديني حاجات كده بسيطة، تعالى نفك الزحمة اللي أنتوا شايفينها زحمة، بس عشان الجزء ده مفيش طالب جريد 6 طبق عليه كتير. تعالى ناخد الحاجات التكاوية يا حبيبي ولا يهمك. بص بقى معايا لو سمحت، حاجات تكاوية يعني حاجات بتخلص في ثانية. لما أقول لك أنا عندي البرسنت بتاع البويز 52، يبقى الجيرلز بكام؟ حاضر، تعالى نقول مش المدرسة ولاد وبنات؟ شكرا. كلهم بيكونوا المدرسة 100%، 100%. يبقى أنا لو قلت لك الولاد 52%، يبقى البنات كام؟ ماينس. بس يبقى بص كده حبيبي، يبقى أنا هاجي أعمل ال 100% أنقص منها ال 52% وشكرا يا مستر. نقولها تاني؟ طب الأنسر اللي هتطلع هتبقى بالبرسنت، تعالى نعمل ماينس هتبقى 48%. يا مستر انت بتضحك عليا، دي مش موجوده. لو قلت لنا نعلي صوتنا هبقى مبسوط. شكرا. تاني ال 48%، تعالى بقى اعلمك حاجه جميله ليك وللزمن. برافو عليك. بص بقى تاني، لو انا معايا 20% مش عاوزها برسنت، ولو معايا 20 عايزها برسنت، هل ده زي ده؟ طيب يبقى انا هنا لو معايا برسنت اعمل ديفايد 100، ما معايش اعمل تايمز 100. نقولها تاني؟ نقولها تاني. يبقى انا هرجع على المساله، انا جبتها بالبرسنتج هو مش عايزها، يبقى انا لو عملت 48 ديفايد الحته دي ما بيتكتبش فيها، يبقى الاجابه بتاعتك هتبقى نمبر سي. اكمل؟ لا نقفل ونمشي. طيب تعالى كده برضو شغالين في حاجات تكاوي. الراجل ده قايل لي سنتيمتر وملي متر، which is bigger، مين الكبير؟ اقول له استنى يا مستر، لازم الاول اخليهم سيم يونت عشان اعمل كومبير بيمن واوليفيا، ينفع؟ لا طبعا. اعمل كومبير بنت مع بنت وولد مع ولد. طب انا ده سنتيمتر ومليمتر، استنى، يا تخلي الاثنين ملي يا تخلي الاثنين بالسنتيمتر، العب مع السنتيمتر ولا مع المليمتر؟ العب مع السنتيمتر عشان انت البيجر. طب السنتيمتر في كام مليمتر؟ 10. يبقى انا هلعب مع السنتيمتر اروح جاي اعمل تايم 10. ال 10 تعمل ايه للبوينت؟ تحركها لليمين مره، فيبقى الراجل ده بقى كام؟ 35. نقولها تاني؟ نقولها تاني. نقولها تاني. نقولها تاني. ده سنتيمتر ده مليمتر، عايز اعمل كومبيرنج ما ينفعش، لازم يبقوا زي بعض، يا الاثنين مليمتر يا الاثنين سنتيمتر. طب انا العب مع مين؟ العب مع الكبير. ليه؟ عشان هعمل تايمز. طب يا مستر لو سنتيمتر عايزه مليمتر نعمل تايمز كام؟ 10. يبقى انا هاخد ال 3.5 تايم 10، ال 10 تحرك البوينت خطوه لليمين فبقى 35. دلوقتي اقدر اعمل كومبير 35 وده 25، which is bigger؟ 35. عشان ما تصحوش هي خلاص، بس ما حدش على صوته عشان البنت نامت، سيبوها حرام عليكم،
سيبوها حرام عليكم. اسمع طيب، تعال نكمل في حاجات تكويه برضه. من ضمن الحاجات اللي احنا درسناها خدنا كورتينيتس. حاضر صبرك عليا بس اصبري. هو مديني بوينت بيسالني البوينت دي موجوده في الفيرست ولا السكند ولا الثيرد ولا الفورث. تعالى كده افكرك بالراحه. يبقى في حاجات لازم اتعب واشتغلها. بص حبيبي، لما نقول كوردينيتس اللي فوق ده الفيرست ونمشي كده يبقى ده السكند، نمشي كده يبقى ده الثيرد، ونمشي كده يبقى ده الفورس. طب وانا ايه اللي استفدت؟ اسمع برضه، الراجل ده الاكس اكسس وده الواي اكسس، ولما تديني بوينت مثلا 1 و 2 الاولاني ده الكوردينيت اكس والتاني كوردينيت واي. تعالى بقى نسال، لو قلت لك 1 و 2 تقول لي بص انا بمشي كده 1 2 1 2 واروح هنا نيجاتيف وانزل تحت نيجاتيف، يبقى لما الاقي الاكس والواي هما الاثنين بوزيتيف يبقى انا فين؟ يبقى لو كان الاكس والواي اكبر من زيرو انا في البوزيتيف. لما اروح بقى كده الاكس راحت فين؟ في النيجاتيف. يبقى لما تبقى الاكس نيجاتيف والواي بوزيتيف انا في السكند. نزلت تحت هيبقى الاكس نيجاتيف والواي كمان نيجاتيف. رحت هناك الاكس رجعت بوزيتيف الواي لسه نيجاتيف. لازم حبيبي تدرب نفسك على دي، خساره، ده هديه في الامتحان. طيب خليني انا افضل اقول هديه وهم مش طايقين الماث. الاكس والواي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. يبقى انا لو مذاكر الاكس والواي نيجاتيف يبقى انت يا مستر في الثيرد. ادي طريقه الحل. نقولها تاني؟ نقولها تاني؟ طيب حاضر. الراجل ده مديني هنا سكند ومديني هنا اور، وعايز يعرف السكن في كام اور. شكرا يا عم نور، النور رجع الحمد لله على السلامه. بجد انت راجل محترم. تعالوا كده مع بعض نكمل. لما نلاقي سكند واور، لما يبقى عندي حبيبي دول ديفرنت، انا عايز اعمل كونفرجن، عايز اعمل تحويله، فانت لازم تبقى عارف مين الكبيره في دول، الاور ولا السكند. مين الاكبر؟ الاور. حبيبي بص بقى معايا لو سمحت، هنروح رايحين ونجيب برضو صفحه فاضيه. انت شايف اللي انا بعمله؟ طب الحمد لله. بص معايا بقى يا بابا، انا اعرف يا مستر اللي ال1 اور او ان اور اقدر افكها 68 مينيت. عينك هنا حبيبي. طيب والمينيت اقدر اخليها سكند؟ 60 سكند. بص بقى معايا تاني، من الاور للمينت تعمل تايمز، من المينت للسكند تعمل تايم، يبقى من الكبير للصغير انا بعمل تايمز. لو انا هرجع بقى من السكند للمينت اعمل ديفايد، وهرجع من مينت لاور ديفايد. طب بص بقى معايا، انا معايا بص كده 360، اروح جاي اكتبها هنا عشان تشوفها بس هنا ونشتغل مع بعض. دي بالسكند، اخد من السكند للمينت هتعمل ايه حبيبي؟ ديفايد. بص كده ديفايد 60، اول حاجه كنسل زيرو مع زيرو، 36 هعملها ديفايد 6 تديني 6، فبقي معايا 6 بس مينت. ركز بقى في اللي جاي، انا عايز مينت اوصلها اور، هعمل ديفايد 60 تاني، ال 6 تكنسل ال 6 تتبقى لي 10، تبقى اجابتك 1 على ال 10. اعيد تاني؟ نعيد تاني؟ ها؟ طب يلا حبايبي نقول مع بعض، الاور لو عاوزها مينت اعمل تايمز ولا ديفايد؟ من اور لمينت تايمز، تايمز 60 ما تقولش تايمز تسكت، من مينت لسكند. حلو خالص، انا بقى هرجع
من سكند المينت ديفايد 60 من مينت لاور. هو الراجل مديني سكند وعايزها اور، يبقى انا هعمل اسمه مرتين. اول مره ديفايد 60 كنسلت 0 مع 0 و36 ديفايد 6 بقت 6. اعمل ديفايد كمان مره ديفايد 60 برضو، ال6 مع ال6 1 وال0 يبقى 1 على 10. هل اجابتك فيها 1 على 10 يا بابا؟ اسمع انا الاجابه 1 على 10 يا مستر مش موجوده. اقول له ما هو 1 على 10 هي 0.1. نعيدها تاني؟ طيب بص معايا، انا جايب لك حاجات تيك اواي علشان ما تزعلش من الدروس. لما اقول لك كلمه ريسيبروكال، حد فاكرها؟ حد فاكرها؟ يبقى لما نقول ريسيبروكال تقول له انا بعمل فليب. كلمه فليب يعني الناين تطلع والفور تنزل. اقول تاني؟ طيب تعالى يا مستر ازاي نعمل تايمز. اقول له ما بشتغلش ومعايا ديسيمال، هشيل البوينت دي واكتب فوق منها 1 فتبقى 5، هشيل البوينت من ال2 واكتب قدام فوق منها 1، واقول لنفسي انا معايا 2 ديسيمال، اعمل تايمز تبقى 10. عايز ارجع البوينت اجي من الرايت اجي من اليمين، انا معايا كام ديسيمال؟ يبقى 1 2 واطلع ارزع البوينت 0.10. وممكن لو في الانسر هلاقيها 0.1 عشان الزيرو في الرايت هاز نو فاليو. نقول تاني؟ مكملين في اسئله التيك اواي. بيقول لي انا معايا بوينت 3 يونت للرايت، يعني انت لو تخيلت ادي الليتس او الشبكه هتحرك لليمين 3 هاجي اقف عند ال 3 صح؟ ايوه يا مستر. يبقى 3 يونت للرايت مشيت لليمين 3 وانا شغال من اوريجن بوينت النقطه اللي في النص، وبعدين 2 يونت اب واطلع 2، تفتكر البوينت بتاعتك تبقى ايه؟ ابدا، اخد من كلامه اتحركت 3 على الاكس واتحركت 2 على الواي. نقولها تاني؟ نقولها تاني؟ طيب مكملين في التيك اواي برضه. الراجل ده بيقول لي السايد بتاع الرومبس 10 والهايت 3.4، عايز اريا شكرا او سايد تايمز هايت. يعني انا هاخد ال 3.4 تايمز ال 10. نقول تاني، معلش يا اوليفيا اديني ثانيه بس عشان انت لما بتقولي معايا الصوت مش هيبقى مظبوط لو حبوا يسمعوا الفيديو. الراجل ده بيقول لك رومبس عاوز اريا، الاريا بتاع الرومبس زي ما كنت بقول في الباراليلوجرام سايد بيز تايمز هايت، هنا اشيل البيز واكتب سايد، وما انساش ان الرومبس السايدز كلهم ايكوال. هو قايل لي 10 و 3.4 اعمل تايمز. ال 10 بتعملي ايه لما بيبقى فيه ديسيمال؟ احركها لليمين تبقى الانسر بتاعتي 34. نقول تاني؟ طب مكملين برضو في التيك اواي، كل شغل تيك اواي. عندي حاجات تانية هنرجع لها ونعمل ستيبس. الراجل مديني الفورم ده، على فكرة ده هو كان ممكن يدي لك تيبل. تعالى كده نشوف الدنيا ماشية ازاي. بص كده 4 8 وراح مديني كده في النص 10.2 وحط لي 12 وحط لي 16. الراجل ده بيعمل ايه؟ بص كده حبيبي، انا لما ادي لك حاجه زي كده وانت تتلخبط خد اقرب اتنين. يعني ايه اقرب اتنين؟ يعني اخد الاتنين دول او اخد الاتنين دول. يبقى ممكن ده يدهوني جدول تيبل. انا لا يهمني لا تيبل ولا غير تيبل. انت مديني هنا سبيس، يعني ده ميسنج، ده انا عايزه. اختار اقرب اتنين، فممكن تاخد الاثنين دول او الاثنين التانيين. يلا نختار مع بعض، ناخد ال8 مع 10.2 ولا ناخد ال 10.2 مع ال 12؟ نختار اي اثنين. ها حاضر
قولي تاني كده. 10.2 مع ال 12 اللي جنبها. حاضر، بص بقى، يبقى انا اخترت ال 10.2 واحط علامه الريشيو جنبها 12، تحت ال 10.2 ده ما نعرفوش وده 30. ما يفكركش بحاجه الشكل ده. وايه كمان؟ واعمل كروس مالتيبليكيشن. نقول تاني، اداني الشكل ده نمبر لاين او اداني تيبل، المهم انا عندي ميسنج، انا ما توهش، ما توهش نفسي، انا هاخد اقرب اثنين. فانت ممكن تاخد الاثنين ال 20 واللي بعدها، او تاخد ال 10.2 اللي بعدها. طب انا اخترت دي، يبقى الراجل ده تحتيه ميسنج، اعمل كروس مالتيبليكيشن. الكروس معناها ان انا هاخد 30 اعمل لها تايم 10.2 ديفايد 12، هاخد 30 اعمل لها تايمز وبعدين اعمل ديفايد. نقول تاني. طب يا مستر استنى بس، انا مش عارف اعمل سمبليفاي. تعالى حبيبي نراجع مع بعض السمبليفاي. 10 الراجل ده احنا قلنا 10.2 هنعمل لها تايم 30، وهنا تقريبا 6 ولا كانت كام؟ 12 سوري. تعالى نعمل كده 12 بدل 6. تعالى نشوف ازاي بنعمل سمبليفاي، مش صعبه ولا حاجه حبيبي. ال 30 وال 12 هما الاثنين يقبلوا على ال 6. طب اشمعنى اخترت ال 6؟ عشان ال 12 تقبل على ال 6. يبقى انا هعمل ديفايد 6 ايكوال تو ديفايد 6 تبقى 5. في مشكله؟ اقول تاني؟ حاضر، بص بقى معايا اللي جايه. مش انت قلت يا مستر لما يبقى معايا بوينت ممكن اشيله وبعدين ارجعه؟ حاضر، بص بقى معايا. يبقى ادي بقت 102 طيب 5، وادي هنا 2، بس اقول لنفسي انا معايا 1 ديسيمال. هنا 2 هنا 2 اعمل ديفايد 2 فيها 1، هنا ديفايد 2 بقت 5 و1، فتبقى عندي 51 تايمز 5، 5 تايمز 1 ب 5، 5 تايم 5 25. اقول له انا محتفظ بدي، اروح راجع بيها، بقت الانسر بتاعتي حبيبي 25.5. ادي الاجابه بتاعتي. نقولها تاني؟ لا خلاص. حاضر، اشمعنى يا مستر ليه قلت كده؟ اغلبيه الطلبه حبيبي بتشتغل بالنص، يقول لك 20 يبقى النص 25. لا، عارف امتى تبقى صح؟ لو اداني فوق 8 10، ما ادانيش 10.2. انتوا فاهمين كلامي؟ اقول تاني؟ طب ثانيه واحده. هقول تاني، اغلبيه الطلبه يقول لك لا، هنا 10 وبعديها 30 تبقى 25. حبيبي الكلام ده لو اللي فوق منها اتغيرت، يعني هنا 8 تبقى 10 تبقى 12، الكلام ده ما ينفعش. تعال نكمل حبايبي، برضو عندي فكره تانية مهمه. الراجل ده مديك نمبر لاين، انا هكبر النمبر لاين ده عشان تشوفه كويس. بص كده، مديني بوينت A ومديني فوق بوينت B وحاطط عندها لتر X، وبيقول لك إن الـ AB دي كلها بـ 20. تفتكر الـ X تبقى بكام؟ أقول له اسمع بس بالراحة، أنت حاطط هنا 0 ودي كلها 20، يبقى فوق 10 وتحت، مش كده برضو؟ طب يا مستر ما خطرش في بالي، ما خطرش في بالي، انا مديك تحت نيجاتيف 9.5. اقول له خلاص يبقى 20 ماينس 9.5. نقول تاني، المفروض حضرتك الزيرو ده قسم المسافه من تحت لفوق، هي كلها 20 يبقى فوق 10 وتحت، هو نزل بالنيجاتيف خد، يبقى انا ممكن اقولها 20 ماينس 9.5. بتعرف تعمل ماينس يا مستر؟ تعال نشوف مع بعض. ادي حبيبي ال 20 واحط بوينت 0، اشمعنى؟ عشان الراجل اللي تحت 9 ومعاه 5، هعمل ماينس.
دايما البيجر 0 ماينس 5 ينفع؟ اقول له لا، نروح ناخد من ال 2 هتبقى 1 وده يبقى 10، ناخد منه يبقى 9 ودي تبقى 10. 10 ماينس 5 ب 5 وادي البوينت، سوري 9 ماينس 9 0 وادي ال 1 تبقى دي الاجابه. حابب تعمل كده انت حر، حابب تحل بالطريقه دي انت حر، حابب تقولها بقى بالبلدي. هنا 10 هاخد منها 9 ونص يتبقى نص، نص مع ال 10 يبقى 10 ونص. ده الناس اللي بتشتغل بالبلدي. تعال مع بعض نشوف حاجات تكوي. من ضمن الافكار المقرره عليك المساله دي كلمه equivalent. حد فيكم يعرف يعني ايه equivalent؟ ايوه مستر كلنا عارفين. equal. equivalent يعني equal. بص بقى الراجل ده بيقول لي ال 3 على ال 5 equivalent الريشيو اكس 215. اقول له استنى، طالما دي ريشيو وانا هكتبها 3 على 5 يبقى دي كمان اعملها ريشيو، الاكس تبقى هي الفيرست اكتبها فوق وال15 اكتبها تحت. اقول تاني، اقول تاني، طب اسمع بقى اللي جايه دي. ال5 بقت 15 عملت تايم 3، يبقى اطلع للي فوق واعمل تايم، تبقى الاكسايه بكام؟ ب9. بس انا مش عايز اكس، انا عاوز اكس ماينس 3، تبقى 9 ماينس 3 تديني 6. نقولها تاني، نقولها تاني. طيب تعالى كده برضو نشوف افكار تانية. انت سبت حاجات معلش عشان انا عارف ان الطلبة بتتخض من الموديل ده. الموديل ده حبيبي ده موديل جميل، ده اصلا كان فوق هنا 1 هول 1 قسموا التو بارتس، يبقى ده هاف وده هاف. هو بيقول لك الموديل ده كان بيعمل ايه؟ حضرتك لعبه بسيطه، انا فوق عندي هاف ولا عندي 1 على 10؟ حلو، يبقى ال 1 على 10 ما تنفعش وال 1 على 10 ما تنفعش، يبقى انا ببدا باللي فوق اللي هو هاف، يبقى انا كنسلت وحذفت اجابتين. طيب يبقى عندي هاف ديفايد 5 وهاف ديفايد 10. حضرتك انزل تحت الهاف، شوفوا هنا قسم الهاف لقد ايه؟ بص 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 1 2 3 4 5، يبقى قسمه على 5 بس حبيبي. نقولها تاني كمان مره، هو اصلا هول 1 وقسمه 2 يبقى هاف وهاف، لو قسمه 3 يبقى ثيرد وثيرد وثيرد. بص تحت الهاف شوفوا قسموا كام مربع، عديتهم لقيتهم 5، يبقى الهاف عمل لها ديفايد 5. نقول تاني؟ طيب نبص كده على مساله 24. الراجل ده بيقول لي الريشيو 1 تو 4 بس بس حولها لي فراكشن، تبقى 4 ثرو 1؟ طب 1 تو 1؟ طب 4 2 1؟ ما هي الفراكشن بار يعني 2. اقول له لا 1 تو 4، 1 تو 4 بس. حاجات كتيره في الامتحان صدقني ما عايزه منك غير اقرا بالراحه. ثانيه واحده، تعالوا حبايبي كده نشوف مع بعض الراجل الجميل ده بمنتهى البساطه بيقول لي which represent يعني بيمثل الاريا بتاع التريانجل. انا لسه قايل لك لما اقول لك اريا اوف تريانجل، برافو عليكي، انا مبسوط يا اوليفيا صدقيني، بس عايز اقول لك معلومه، كل اللي قاعدين دول عارفين بس هم بيدوكي فرصه انت تجاوب، لكن هم مش عايز اقول لك. بريليانت، اسمع بابا هقولها تاني حبيبي. لما تلاقي علامه الرايت